تفسير المصحف الكريم مع المرحوم الشيخ العلامة المكي الناصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فما يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم واحد. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة كواكب وحفظا من كل شيطان مارد.
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فأسفتهم أهم أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب 45 في المصحف الكريم ابتداء من قوله تعالى في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إلى قوله تعالى في سورة الصافات هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وجه كتاب الله في بداية هذا الربع خطاب تقريع وتوبيخ إلى الجنس البشري كله مذكرا بني آدم بقصة إبليس الذي وسوس إلى أبيهم آدم فأهبطه الله من مقام التشريف إلى دار التكليف معلنا ما بين إبليس
وبين آدم وبنيه من العداوة الراسخة إلى يوم الدين، نظرا لما تحدى به إبليس اللعين من إغواء الناس أجمعين إلا عباد الله المخلصين. قال: هبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو. وتساءل كتاب الله كيف يقع بنو آدم في فخ الشيطان رغما عن الوقيعة التي أوقعها بأبيهم وعن الوصايا المتتالية التي أوصاهم الله بها في جميع رسالاته وكتبه المنزلة للحذر من وساوس الشيطان. فقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي لا تطيعوه ولا تمتثلوا أمره، إنه لكم عدو مبين، أي ثابت العداوة سرا وعلنا ظاهرا وباطنا. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فعبادة الله وحده هي الطريق اللاحب والنهج الصائب. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي أن الشيطان قد أغواكم وأضل منكم خلقا كثيرا، فكانت عاقبة الضالين منكم هي العذاب الأليم لانحرافهم عن الصراط المستقيم. أفلم تكونوا تعقلون. وها هو كتاب الله يصف سوء عاقبتهم، حتى إن أيديهم التي كانوا يغطشون بها أصبحت هي الناطقة بجرائمهم والكاشفة عن سيئاتهم، وأرجلهم التي كانوا يمشون بها أصبحت هي الشاهدة عليهم بما اجترحوه من الآثام في خطواتهم، وذلك بدلا من أفواههم وألسنتهم التي لم تعد لها قدرة على الجواب، لأن أصحابها أبلسوا عند الحساب. وذلك قوله تعالى هنا: هذه جهنم، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم، نختم على أفواههم، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وكإرهاص سابق في الدنيا من هذا القبيل، ما هو معروف الآن من أن بصمات الأصابع وفك الأسنان تكشف أثناء التحقيق في الجرائم عن شخصية الإنسان. قال القرطبي: فإن قيل لما قال الله وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فجعل ما كان من اليد كلاما وما كان من الرجل شهادة، قيل إن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرة، وقول الحاضر على غيره شهادة، وقول الفاعل على نفسه إقرار بما قال أو فعل. فلذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقول، وعما صدر من الأرجل بالشهادة، انتهى. وهذه لطيفة من لطائف التفسير ونفائسه. ومضى كتاب الله ينذر الذين ضلوا عن سواء السبيل، ينذرهم بالطمس والمسخ في الآخرة جزاء ما ارتضوه لأنفسهم في الدنيا من انطماس البصائر والأبصار وتعطيل العقول وفساد الأفكار. فقال تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن كان عديم الإرادة مشلول الحركة
كيف يخترق الصفوف وسط الزحام، ولا سيما عندما تلتف الساق بالساق، ومن كان مطموس العين فاقد البصر كيف يجتاز الصراط الذي هو أرق من شعرتي وأحد من سيفي، بل كيف ينجح مثله في مثل هذا السباق؟ ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في آية سابقة: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن الإنذار بالمسخ الذي هو تبديل خلقة الإنسان وقلبها إلى جماد أو حيوان مما يعد عقابا إلهيا صارما، انتقل كتاب الله إلى وصف حالة طبيعية يتعرض لها في الغالب المعمرون الذين طال عليهم العمر، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، مؤمنين أو كفارا. فقال تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق، ومن نعمره ننكسه في الخلق، وقرأ في قراءة أخرى: ننكسه في الخلق، أي رددناه بعد القوة إلى الضعف، وبعد النشاط إلى العجز، وبعد الشباب إلى الهرم. وهذه الحالة يصدق عليها معنى النكس والانتكاس، يقال: نكست الشيء فانتكس، إذا قلبته على رأسه. ووصف كتاب الله في صورتين سابقتين هذه الحالة بأرذل العمر، بأرذل العمر لما يعتبرها من تراجع والتناقص في القوى والملكات، على العكس من أفضل العمر الذي تنمو فيه القوى والملكات وتزداد يوما بعد يوم. فقال تعالى في سورة النحل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وقال تعالى في سورة الحج: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وتعرض كتاب الله لوصف هذه الحالة الطبيعية بالتفصيل في سورة الروم السابقة أيضا، فقال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وفي صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ ويقول: أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. وقد استجاب الله دعاء رسوله فانتقل إلى الرفيق الأعلى وعمره لا يزيد عن 63 عاما. ثم قال تعالى تعقيبا على ذلك: أفلا تعقلون، إشارة إلى أن الله الذي خلق الإنسان وقضى بتنكيسه في الخلق بعد مروره بعدة أطوار قادر على أن يفعل به ما يشاء من موت وبعث وحشر وحساب ينتهي بالثواب والعقاب. وكأن الحق سبحانه وتعالى إنما منح الإنسان في أفضل العمر المزيد من القوى والملكات على العكس من أرذل العمر ليجعله في محك الاختبار، في محك الاختبار، وليبرز كل ما في داخلة نفسه من طوايا والأسرار، فإذا ما حدد اختياره بمحض إرادته إصلاحا أو إفسادا، وقرر مصيره بنفسه إشقاء أو إسعادا، وأخذت قواه وملكاته
في التراجع والنقصان، وأحس بالتخلف عن الركب والعجز عن مسايرة الركبان، تولى الحق سبحانه وتعالى إعداده شيئا فشيئا لاستقبال الدار الآخرة التي هي وحدها دار الخلود والإقامة، وهنالك ينال الإنسان ما هو أهل له عند ربه من المهانة أو الكرامة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، وليبطل كتاب الله إحدى شبه المشركين الزائفة التي كان يروجها أعداء الرسول وخصوم الرسالة في فجر الإسلام، وهي ادعاء كون الرسول شاعرا وكون الكتاب الذي جاء به من عند الله إنما هو من صنف الشعر المتعارف عند العرب. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأن رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين التي أرسله الله بها إلى الناس كافة أجل وأعلى من أن تنزل إلى مستوى الشعر والشعراء أجمعين، فهي مخالفة للشعر شكلا وموضوعا أصولا وفروعا. ومنذ ذلك العصر تبخرت هذه الشبهة ولم يعد لها أي رواج. ومما نبه إليه القاضي أبو بكر العربي في هذا المقام أن قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له لا يتضمن عيب الشعر، كما أن قوله تعالى ولا تخطه بيمينك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك لا يقتضي عيب الكتابة. ثم نطق كتاب الله بالقول الفصل في شأن القرآن وشأن الرسالة، فقال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا، أي من كان حي القلب حي الضمير، أو لتنذر كل حي على وجه الأرض، ويحق القول على الكافرين، أي لتقوم الحجة عليهم، ومن أنذر فقد أعذر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وانتقل كتاب الله إلى التذكير بنعمه على الخلق، خصوصا نعمه الظاهرة التي يتقلب فيها الإنسان كل يوم وليلة، ومن بينها الأنعام التي سخرها الحق سبحانه وتعالى لمصلحة الإنسان، ومنافعها المتعددة الأصناف والألوان، أكلا وشربا ولباسا وتأثيثا. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أي مما أبدعناه دون شريك ولا معين. أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، أي يتصرفون فيها دون منازع ولا مانع. وذللناها لهم، أي سخرناها لخدمتهم ووضعناها تحت تصرفهم، فمنها ركوبهم أي مركوبهم كالإبل التي هي سفن الصحراء، ومنها يأكلون أي ما يختارون لحمه للتغذية والأكل الشهي. ولهم فيها منافع، أي لهم فيها علاوة على ما سبق منافع أخرى من الأصواف والأوبار والأشعار والجلود والشحوم ومشارب، إشارة إلى ما يتمتعون به من ألبانها السائغة للشرب، على غرار ما سبق في قوله تعالى في سورة النحل
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقوله تعالى في نفس السورة: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ثم قال تعالى: أفلا يشكرون، أي أفلا يتذكرون هذه النعم الجليلة التي لا يطيب لهم العيش بدونها، ويشكرون الله عليها بالعبادة الخالصة والطاعة الدائمة والتوحيد الكامل الذي لا تخالطه ذرة من الشرك، لا من الشرك الجلي ولا من الشرك الخفي. ومن مقام التذكير بالنعم الإلهية التي أسبغها الحق سبحانه وتعالى على خلقه عسى أن يعودوا إلى الله ويقدروه حق قدره، يعود كتاب الله إلى وصف ما عليه المشركون الضالون ومن سلك مسلكهم من الجهل بعظمة الله والشرك بربوبيته وعدم الاعتراف بوحدانيته وعبادة الأصنام والأوثان بدلا من عبادته والتصدي لمقاومة كل من يطعن فيها ويكشف عن حقيقتها أملا في نصرها ومعونتها. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى بمنتهى الإيجاز: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وللتخفيف من هموم الرسول ومشاغله من أجل ما يلقاه عليه السلام من أذى المشركين وتعنتهم كل مطلع شمس، خاطبه ربه قائلا: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وكما ذكر كتاب الله الإنسان بنعمة الأنعام التي لا يطيب له العيش بدونها ولا المقام، ها هو كتاب الله يذكر الإنسان بنفسه التي بين جنبيه، ويتساءل بمنتهى الاستغراب: كيف ينسى الإنسان أن الله هو الذي أوجده من العدم، وأنه خلقه من ماء مهين ثم صوره في أحسن صورة وجعله في أحسن تقويم وزوده بالعقل والنطق واللسان إلى أن أصبح فصيحا بليغا يحسن الجدل والقول والبيان. وبدلا من أن اعترف بفضل الله عليه، ها هو يجادل في الحق ويكابر ولا يتورع أن يوجه أسخف سؤال إليه وذلك قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أن يتولى مخاصمة مبدعه وخالقه ويتشدق بتحدي ممده ورازقه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ لكن لم يلبث أن جاءه الجواب المفحم القاطع: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهو بكل خلق عليم. وما دامت الإعادة في معنى الإبداء، فأي إشكال يبقى في جواز الإعادة في الانتهاء؟ وأضاف كتاب الله إلى هذا الجواب الذي لا يدخله الشك والارتياب ظاهرة باهرة أخرى، هي ظاهرة انقداح النار من شجر الأخضر،
هي ظاهرة قداح النار من شجر الأخضر مع ما بين الماء والنار من تضاد في المخبر والمظهر، وهي ظاهرة معترف بها في القديم والحديث، وذلك قوله تعالى في نفس السياق: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فإذا أنتم منه توقدون. وليقضي كتاب الله على جحود المتنطعين وعنادهم، وعلى شك المتحذلقين واستبعادهم، ألقى عليهم الحق سبحانه وتعالى سؤالا ضخما لا يمكن أن يكون جوابه إلا بالتسليم من كل ذي عقل سليم، فقال من كل ذي عقل سليم، فقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى بلى وهو الخلاق العليم الذي عم خلقه كل شيء وأحاط علمه بكل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. وختمت سورة ياسين بخاتمة كلها تسبيح لله وتقديس واعتراف بحكمته الباهرة وتمجيد لقدرته القاهرة وتذكير بسطواته الباطنة والظاهرة: فسبحان الله، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والآن وقد انتهينا بحمد الله من تفسير سورة ياسين المكية، ننتقل بعون الله إلى تفسير سورة الصافات المكية أيضا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. هذا قسم من الله تعالى بملائكته، بملائكته الصافات بالملأ الأعلى في عبادته، والزاجرات عباده عن معصيته، والتاليات كلامه المنزل على رسله لإرشاد الإنسان وهدايته. وهذه الصفة الأخيرة للملائكة جاءت هنا على غرار قوله تعالى فيما سيأتي من سورة المرسلات: فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا. وقال جار الله الزمخشري: يجوز أن يقسم الله بنفوس العلماء العمال الصافات أقدامها في التهجد وسائر الصلوات وصفوف الجماعات، في الزاجرات بالمواعظ والنصائح، في التاليات آيات الله والدارسات شرائعه، أو بنفوس قواد الغزاة في سبيل الله التي تصف الصفوف وتزجر الخيل للجهاد وتتلو الذكر مع ذلك لا تشغلها عنه تلك الشواغل، كما يحكى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وجواب القسم المقسم عليه بكل ذلك هو قوله تعالى في نفس السياق: إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق، ورب المشارق. وما أحسن ما علق به الإمام القشيري على هذه الآية حيث قال: معنى كونه واحدا
معنى كونه واحدا تفرده في حقه عن القسمة، وتقدسه في وجوده عن الشبيه، وتنزهه في ملكه عن الشريك. واحد في جلاله، واحد في استحقاق جماله، واحد في أفعاله، واحد في كبريائه بنعت علائه ووصف ثنائه. وجمعت كلمة المشارق إما باعتبار كل ما يسبح في الفضاء من شموس وأقمار، وإما باعتبار الشروق اليومي للشمس وحدها طيلة كل نهار. وبمناسبة ذكر السماوات ومشارقها في فاتحة هذه السورة، لفت كتاب الله الأنظار إلى السماء الدنيا وزينتها، فقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، على غرار قوله تعالى في آيات أخرى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح. ثم عرفنا بأن الملأ الأعلى الذي ينزل منه الوحي على الأنبياء والمرسلين هو على الدوام في مأمن من تطفل الكهان والشياطين، أن الملأ الأعلى الذي ينزل منه الوحي على الأنبياء والمرسلين هو على الدوام في مأمن من تطفل الكهان والشياطين، وأن من حاول منهم النفاذ إلى حماه للتشويش على الوحي المنزل من عند الله أو لهتك أستار عالم الغيب كان معرضا للطرد والرجم دون أدنى ريب. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، أي يطردون طردا، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، ولهم عذاب واصب، واصب أي موجع ومؤلم من الوصب وهو المرض، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هذا الاستثناء يرجع إلى غير الوحي بقوله تعالى هنا: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، وقوله تعالى في آية أخرى: إنهم عن السمع لمعزولون، إنهم عن السمع لمعزولون. أما عالم الشهادة المادي فهو مفتوح الأبواب في وجه كل إنسان منذ قديم الزمان، منذ قديم الزمان. ثم أعاد كتاب الله الكرة لمجابهة منكر البعث وخصوم الرسالة، فقال تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، أي من السماوات والأرض وما فيهما. وهذه الآية على غرار قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس، إنا خلقناهم من طين لازب، أي طين لاصق يلصق بعضه ببعض. بل عجبت ويسخرون، أي عجبت من إنكارهم للبعث ويسخرون من إثباتك له. وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية أي من آيات الله في الآفاق والأنفس يستسخرون، أي يبالغون في السخرية والاستهزاء، وقالوا: إن هذا إلا سحر مبين. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما
إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل نعم نعم وأنتم داخرون. داخرون أي مغلوبون على أمركم، صاغرون. وختم هذا الربع بوصف المفاجأة الكبرى التي تنتظرهم، حيث قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، أي إذا هم قيام ينظر بعضهم إلى بعض. والزجرة الواحدة هنا هي الصيحة الواحدة فيما سبق. وقالوا، أي قال بعضهم لبعض: يا ويلنا هذا يوم الدين، يا ويلنا هذا يوم الدين. فرد عليهم الملائكة الموكلون بهم قائلين: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. والمراد بيوم الدين يوم الجزاء، وبيوم الفصل يوم القضاء. قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، الذي كنتم به تكذبون.